تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. شفنا امبارح العهر التحكيمي المقصود من الغير امين عمر ضد النادي الاهلي، واختراق البروتوكول بتاع الفار، والعوده للعبه من منتصف ملعب النادي الاهلي. الكوره ما كانتش ثابته، اتنقلت من لاعب للاعب للاعب لهدف. الكوره لو فيها فاول واتشتت مباشر، او لعبه غير مباشره والكره دي مثلا اتشتت مباشر على المرمى وجاي منها هدف، من حق الفار ان هو يعيد اللعبه، ولكن مش من حق الفار ولا حكم الفار يقول للحكم في كوره هو شافها واستأنفها ان هو يلغي الهدف الصحيح. حصلت خناقه امبارح كبيره ما بين احمد الشناوي وما بين عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام او رئيس لجنه العهر التحكيمي في مصر. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف اللي حصل، وتعالوا لي تاني عشان نكمل كلامنا. بس ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. لو اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي ولسه ما اشتركتش في القناه، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف اللي حصل، والخناقه اللي حصلت ما بين عصام عبد الفتاح واحمد الشناوي بسبب اللعبه دي وبسبب اختراق الفار لحاجه مش من حقه، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. يلا بينا. قبل ما هوريكم الخناقه اللي حصلت امبارح ما بين عصام عبد الفتاح رئيس لجنه العار في اتحاد الكوره، رئيس لجنه الحكام، والشناوي، هوريكم بس نص القانون بيقول لك ايه. حكم الفار، حكم الفار محمد سلامه حرم النادي الاهلي من هدف صحيح بتدخله بالامس امام البنك الاهلي بالغاء هدف صحيح 100%. قانون كرة القدم أو الحالة دي في الفار بيقول لك إيه؟ لا يسمح بتغيير الاستئناف، الركلة الحرة، الركلة الحرة أو الركلة الركنية أو رمية التماس طالما تم استئناف اللعب. مش من حق الفار ما دام تم استئناف اللعب إن هو يرجعك اللعبة أو يقول لك ارجع، ده الكرة دي مش من مكانها حتى لو تم إحراز هدف. اللعبة في هذا الوضع تحديدا ما ينفعش إنها ترجع طالما تم استئناف لعب الضربة الحرة. مش من حق حكم الفار المراجعة أصلا، وللعام الثاني على التوالي يتم إلغاء هدف صحيح للنادي الأهلي أمام البنك الأهلي، وطبعا وسط مرأى ومسمع كل الحاضرين وكل الناس اللي موجودة في اتحاد الكورة. في المادة 10 أو في النص رقم 10، إذا توقف اللعب وتم إعادة استئنافه لا يمكن للحكم أن يباشر المراجعة ما عدا في الحالات الهوية الخاطئة أو مخالفة طرد محتملة مرتبطة بالسلوك المشين أو بالبصق على الخصم أو على البعض أو العدوانية المفرطة أو المهنية أو أي تصرف مسيء أو أي تصرفات مسيئة. ده بروتوكول الفار، بروتوكول الفار اللي بيأكد إنه مش من حق حكم الفار إن هو يرجع أصلا يحكي في لعبة أو يعمل لعبة مركبة. دي لعبة مركبة وكرة من نص الملعب. الإجراء خطأ ان انت لازم تثبت الكورة فلازم، لكن التطبيق اخطأ من انك انت تتكلم على الاجراء نفسه، لان الاجراء نفسه من اللاعب والكرة في نص الملعب. تخيلوا الكرة دي لو على النادي الاهلي كان هيقول لك الفار وعيد ومش عيد، ده كانت الدنيا هادت ونادت ويقول لك ايه يعني، ما احنا بنلعبها كده على طول، ده احنا بنرمي الكرة ونلعب والكرة من نص الملعب ما فيهاش فاول، ما فيهاش خطأ مشين، ما فيهاش. هنطلع ونسمع ونشوف عصام عبد الفتاح والخناقه بتاعته مع الشناوي، ونرجع نكمل الفيديو بتاعنا. ما تروحوش في اي مكان لان الفيديو بتاعنا ده قوي جدا جدا. في البدايه طلع جهاد جريشه قال لك الهدف مش صحيح والتطبيق ومش عارف ايه، وقعد يفتي ويهري زي ما انتم عارفين. فالشناوي دخل ورد عليه، بعد كده دخل عصام عبد الفتاح واتخانق باسلوب رخيص مع الشناوي، و بعد كده هنجيب لكم جمال الغندور اللي كان فيصل في الامر كله. نطلع ونسمع ونشوف الشناوي وعصام وباقي الاخوه اللي قرفونا في عشتنا علشان يجيبوا لنا حقنا. اللي يرد على القصه دي او يرد على الكابتن جهاد، الكابتن احمد الشناوي. كابتن احمد مساء الخير. مساء الخير كابتن سيف، ازي حضرتك؟ يعني طبعا انا عايز بس اقول حاجه، انا قلت تدخل الفار غير صحيح. تمام. ما قلتش ما
ما قلتش بقى، انا قلت التدخل مش هيتدخل في دي. تمام. ليه يا كابتن سيف؟ هو دلوقتي برضه يعني تطبيقا للكلام اللي بيقوله كابتن جهاد، طب لو النهارده الركنيه تنفذ من خارج القوس، المفترض ان الركنيه تنفذ من داخل القوس او جزء من الكره داخل القوس. لما بتترفع وهي من خارج القوس وتدخل المرمى، الفار هيبدا يشيك على ان الكره اتنفذت من خارج ولا على مخالفه ارتكبت من الفريق اللي احرز الهدف. هيبدا يشيك على كده. تمام. بس بس كلام حضرتك دلوقتي عكس كلام الكابتن جهاد تماما. معلش انا بس بتكلم في انا بتكلم يعني ممكن جدا امين عمر يرجع في قرار يرجع الفاول يقول له رجع الكوره وثبتها. كابتن احمد واحده واحده بس يا كابتن معلش انا اسف، احنا دلوقتي مختلفين في بروتوكول في نص قانون. هو دلوقتي كابتن جهاد قال ان البروتوكول بيقول ان انا ارجع ان الفار يرجع للكوره عادي طالما الكوره ما وقفتش. حضرتك بتقول لا، هي هو دلوقتي معلش يعني الكوره دخلت هدف ولا ما دخلتش هدف؟ دخلت هدف. كويس. يعني احنا اتفرجنا على مباريات كتيره جدا في الفار لما بيتم الهدف بيبقى الاستئناف لمين؟ بحسب الخطا. لو الخطا مثلا يعني لازم يكون في خطا لكن مش الاستئناف يرجع تاني النادي الاهلي يستأنف في اللعب. ما هو النادي الاهلي يعني هو معنى كده ان ادى القرار يعني ان الكره ترجع تثبت تاني. اللي انا عايز اساله هو استئناف اللعب تم بوجود الحكم في الملعب ولا مش موجود؟ موجود. يبقى الكلام ده بقى خلاص، يبقى استئناف اللعب يبقى بواسطه الفار مش بواسطه الحكم. كابتن انا دلوقتي سؤال، الفار دلوقتي كابتن سيد بعد اذن حضرتك انا عشان بس نوصل الفار البروتوكول بتاعه طبقا للقانون. مش قانون فوق القانون. تمام. قانون كرة القدم بيحق للحكم هو اللي بيوقف اللعب ويستهدف اللعب. تمام. الفار الحكم ما عندوش سلطة الا فيها ان يخش لما يحس ان الحكم اخطأ في تطبيق القانون. النهارده ان الكره تكون متحركه، طب عامل لحضرتك حاجه معلش. اتفضل. لو ركله مرمى الكوره عند الحارس ركله مرمى والكره متحركه شاطها وراحت لقفشه كده ولعبها وجت جول. يرجعها تاني تتعاد ركله المرمى. تمام. يعني اسال حضرتك سؤال، الكوره يعني لا ما انا اصل بس اللي انا عايز اوصل له النهارده كان مين المفترض او مين المنوط لما يلاقي ان الكوره بتنفذها بتنفذ الحكم ان بس خلاص. طيب الحكم ما شافش. ما دي ديش ما شا ده شايف. انت لو جبت الحاله يا كابتن قدامك ما هو رجع للفار يا كابتن. هات يا ناصر الحاله. ماشي جيب الحاله. ما هو الحكم الفار اللي نداله يا كابتن. يا كابتن انا قصه الفار نزال والحاجه. انا بتكلم دلوقتي، انا بتكلم قانون كره قدم. لما تشوف اللعبه الفاول احتسب الحكم نقف لا ارجع اقف بص ارجع لما تشوف لا ارجع للعبه ارجع نصر امين عمر مواجه للاستئناف. اهو يا كابتن ارجع تمام ارجع تاني يا نصر. ايوه هي دي. ايوه بص لا يا كابتن المسافه بعيده واللعيب قافل عليه بتاع البنك اهو. يا كابتن قافل عليه يا كابتن اهو. كابتن بعد اذن حضرتك هنا دلوقتي هيبقى استئناف لعب ولا في خطا؟ سؤال بقى. في خطا. امين عمر شايف النهارده الكره بتستأنف ولا مش شايفها؟ ايوه شايفها. هل هو لازم يرجعها تاني رامي يثبتها؟ مين ما ده قرار مين يا كابتن؟ قرار امين بس ده قرار امين عمر. تمام. وده مش خطا في تطبيق القانون بعد اذن حضرتك. مش خطا، هو المفترض ان الكره تكون بتنفذ من مكانها وثابته. طب هي ما اتنفذتش ثابته يحصل ايه؟ يعني ده هو اللي يقول بقى مين عمر اللي رجعها. يعني لو انت بص يا كابتن ماشيه نقط اللعبه كده لحد ما توصل عند قفشه. ماشي اهي لحد قفشه بس نقف
لو امين عمر تتصفر في اللحظه دي رجع الكوره تكون ثابته حقه خلاص تمام. هي دي اللحظه. لكن ما ينفعش بس الكره بتتلعب نمشي بقى بعد كده. هنا دور الاي بي بي الاي بي بي في المخالفات والاخطاء التي يرتكبها الفريق الذي يبني الهجوم قبل احراز الهدف. يعني ده لكن هنا دي لعبه بيستأنف اللعب وهو اللي سمح له بالاستئناف. هو سؤال لو امين عمر ما عجبوش الاستئناف بتاع رامي ربيعه هيعمل ايه؟ هيرجع. ما هو ما شافش شده ظهره يا كابتن. ما شافش. لا شايف مواجه ساعه الاستئناف. يعني هي طب انا عايز اسالك سؤال التثبيته بتاعه رامي سليمه ولا غير سليمه؟ ما هو ده انا قلت لك الكره متحركه المفروض تكون ثابته. انا ما اختلفناش في ده. انا مش ضد الكلام ده. لكن النهارده ده قرار حكم مش قرار فار. انت حضرتك عايز تقول طالما حضرتك الكوره هو ما اداش ايقاف اللعبه حتى لو مش سليمه تمشي. ما هو ده قرار حكم مش قرار فار. عايز اوصلك هو المفروض الحكم اللي يقرر ده مش الفار. يعني ان تقول دخول الفار مش صح. مش حقه. مش صح ان يخش يقول. وكابتن جاج ريشة بيقول ان البروتوكول بيقول ان هو يخش. لا البروتوكول الناس تخش عليه كلهم كان بيقول ان يخش في 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 تطبيق قانوني. يعني ايه يا كابتن سيف؟ يعني نفترض يعني اذا يا كابتن واحده واحده بس عشان احنا نشرح للناس. اذا حضرتك رايك مخالف للكابتن جهاد جريشه في الحته دي. حضرتك بتقول ان الفار ما يخشش وبين الفار يخش. يا كابتن ده اجرائي. اللعبه دي اجرائي وليس انا مش مختلف مع حضرتك والله. انتوا قامات في التحكيم. انا مش مختلف معاك وانا بشرح وجهه نظر حضرتك. راي حضرتك ان البروتوكول بيقول كده وهو رايه البروتوكول بيقول العكس صح كده؟ بالظبط كده. الى جانب بص بعد اذن حضرتك امتى الفار يتدخل للحكم؟ تمام. اذا راى ان الحكم يخطئ في تطبيق القانون. تمام. بمعنى ايه؟ بمعنى ان النهارده شافوا مثلا بينفذ ركله الجزاء واللاعب بيعمل الخداع والكوره دخلت المرمى. الحكم بيعيد تنفيذ الركله طبقا للقانون دلوقتي. ما يعيدش. خلاص يا كابتن انت كده نورت يا كابتن الدنيا. فهمتني؟ الهدف صحيح؟ الهدف مش الحكم سمح بالاستئناف؟ خلاص. ايه بقى؟ خلاص الحكم سمح بالاستئناف والكره متحركه. يبقى الهدف ايه؟ الهدف صحيح. بس يا كابتن متشكر. اذا كابتن احمد الشناوي الهدف هدف صحيح. كابتن جهاد جريشه له وجهه نظر اخرى. هنا وقفنا في مشكله. ان الكابتن جهاد بيتكلم على القانون والبروتوكول بطريقه والكابتن شناوي يتكلم على البروتوكول والقانون بطريقه. فهنا كان لابد ان احنا ناخد الطرف الثالث في تطبيق القانون لان دي حاجه جديده. كابتن سامع فتاح مساء الخير. يا سيف ومساء الخير على كل مشاهدي الكرام. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ والله كله تمام. كان لازم نستعين بالراي الثالث لان هنا مش خلاف على لقطه هنا خلاف على تطبيق قانون. سيف الحقيقه الموضوع ده ولي اهبه هتكلم بكل صراحه. الناس اللي ما معاش رخصه فار ما ينفعش انها تحاضر. ما ينفعش انها تقلل فتح الفار. تمام. والناس اللي ما بتعملش ابديت. طيب انا عايز أبديت. انا عايز حضرتك بس مع كل احترامي لكل الناس. انا بحترم كل الناس. كابتن عصام كابتن عصام بعد اذنك. انا ما بعملش مداخلات. طب اسمعني بس اديني فتره اكثر من اربع شهور. انا همشيك زي ما انت عايز. اسمعني بس بهدوء. الاحترام لكل الناس وكل الناس افضل. انا بسال. خلينا نخش في الموضوع بما يخص القانون وردك عن الماده هيفهم الناس الموضوع. الصح ايه في الحاله دي؟ انت كنت انا سمعت حوارك مع الاستاذ الكابتن الفاضل كابتن احمد الشناوي. تمام. كان يجيب قرار. قول لي بهدف صحيح ولا مش صحيح وفقا للقانون. ولا لا. مش قادر يقول قرار. تمام. لان القرار الحقيقي عنده. القرار وفقا للقانون مليون في المية الهدف صحيح. اللعب استأنف الكورة بتتنطط على الارض مش بس يعني بتتحرك على الارض. تمام. عاوز اقول للناس بس في حاجة دلوقتي في العالم كله لازم نفهم بقى اسمها فوتبول اندرستاندينج فيسبوك وكرة القدم لازم نطور من نفسنا. مش عيب. تمام. مش عيب نتعلم. مش عيب نطور. انا بتعلم لحد دلوقتي وده مش عيب. بس العيب
ان احنا نستغل مواقف معينه ضد التحكيم. يعني ايه بس انا مش عاوز اتكلم يا سيف. طب انا لو اتكلمت اقول حاجات صعبه قوي بس انا مش عاوز اتكلم. انا مش داخل يعني لو اتكلمت انا هتكلم بحاجات يا كابتن يعني عيب. احنا يا كابتن احنا لا جايين لخلاف مع حد ولا حاجه. بعد اذن حضرتك الهدف صحيح ولا مش صحيح؟ طبعا مليون في الميه لوز اوف ذا جيم. قانون كره القدم اللي بيعرفه طبعا راجل محلل رائع. قانون قدم بدون الفار هدف غير صحيح مليون في المية. هدف غير صحيح مليون في المية طبعا. طب اشرح هات لي بقى الصورة واشرح لي بعد اذنك وقول لي القانون هنا بيقول ايه والفار هنا ينفع يتدخل ولا لا. تمام. بص يا سيف القانون بيقول اي ركلة حرة عشان تستأنف بشكل صحيح لازم الكرة تكون ثابتة على الارض. تألف به ويعرفوه الناس الحكام المبتدئين. تمام. ان الكرة لازم تكون ثابتة على الارض. تمام؟ تمام. القصة في ايه؟ ان البعض الحقيقة لان الفار ده يعني بقى علم دلوقتي والبروتوكول بقى ليه مفاهيم كتيرة وفي تغييرات في البروتوكول بشكل كبير زي ما موجود في القانون السبيريت اوف ذا جيم روح القانون موجود في البروتوكول روح البروتوكول. فلازم لازم تعمل ابديت. انا ما بقولش ده صح وده غلط. هنا الهدف غير صحيح بتطبيق القانون. تمام. واحدة معلش يا كابتن عشان نتعلم بس واحدة واحدة. حضرتك دلوقتي بتقول الكرة دلوقتي رامي ما جه حطها ما ثبتهاش. ما ثبتهاش. ايوه هنا ما ثبتهاش. هنا طبعا ده ضد القانون بنقول في المية. تمام ده ضد القانون ان الفار يتدخل ويرجع الحكم قانوني. قانوني في اي هدف في روح البروتوكول. كابتن احمد بيتكلم على الاجراءات بس ما بيتكلمش. انا اول مرة في حياتي اسمع عن حاجة اسمها روح البروتوكول. عمري ما سمعتها او روح او روح الفار. الفار واللعبه بيقول لك ان ما ينفعش يرجع لها وهو مصمم يقول لك روح البروتوكول. طب ما تعمل بين قوسين وقول لي احتواء بالمره يا استاذ بدل ما انت بتالف معاني وكلمات محدش فاهمها. اكتب الاحتواء احتواء البنك الاهلي بس. مش على روح البروتوكول زي ما بتكلم على روح القانون. في حاجات اكسبشن في كل شيء. كلمة روح القانون وروح البروتوكول كلمة مطاطة. الهدف منها التعويم والتمويع. ازاي بتميع القضية اللي قدامك؟ ازاي بتعوم الكلام؟ في اكسبشن في لمسات اليد في القانون ممكن يبقى ايدي لاعب ممتدة الى اقصى درجة ورغم هذا لا يمكن هاندبول لانه نجح في لعب الكورة. في حاجات يعني استثناءات في القانون. والاستثناءات دي بيخش فيها روح القانون. نفس القصه في بروتوكول الفار في روح القانون روح البروتوكول نفسه. فاحنا مش عيب. انا كنت ناديت قبل كده ان احنا نعمل ندوات نتثقف كلنا عشان ما يحصلش هذا اللغط يا سيف. طب ما تعمل يا كابتن حد منعك ما تعمل. ده اللي هم بينتقدوني وبيقولوا انت جاي تعلمنا دلوقتي. لا كله يا كابتن يعيش المعلم وما يتعلم ولا يتعلم. انا عاوز بس اقول اللي هم ما عندهمش روح الفار بقول لهم ان كان في دوره قريبا جدا بتتعمل استفسارات لمحاضرين الفار اتمنى ان هم يعني يشوفوا ايه اللي حصل في الدوره دي ويشوفوا هو روح البروتوكول. اذا حضرتك عايز تقول للناس ان لازم يذاكروا كويس مساله البروتوكول لان ده بقى عنصر كبير في عناصر التحكيم. وعاوز اقول لك حاجه مهمه يا سيد. ما ينفعش انا ابقى مهندس وقياده يعني لازم يبقى معايا رخصه الفار عشان اقدر احلل صح واتكلم صح. طبعا. انا مش ضد حد بالعكس على يعني قلت لهم نعمل دورات ونثقف نفسنا ونعمل اب. انا عايز اقول لعصام عبد الفتاح لا اجتهاد في النص. لما يبقى في عندك نص قانون ما ينفعش تقول روحه ولا قفاه ولا ظهره ولا رجله. بتاخد القانون وبتطبقه. روح القانون بيتطبق في حالات معينه بس انا اول مره اسمع عن حاجه اسمها روح البروتوكول. روح البروتوكول ايه؟ ما بيقول لك الماده وانا جبت لكم الماده في بدايه الفيديو بتقول ايه وبتنص على ايه؟ ليك معلوماتنا اول باول. اذا النهارده القانون بيسمح للبروتوكول ان يرجع اللقطه تاني صح كده؟ روح البروتوكول يرجعها لفين بقى يا كابتن؟ لان الهدف الهدف كان استئناف اللعبه بشكل خاطئ 100% 100%. والفار ده كلفناه ملايين يا سيف في العالم يعني في كل العالم بيتكلف ملايين في كل الدول بتستخدم تقنيه الفار. تمام. ملايين الملايين. فاحنا لما يجي تعالى هسالك سؤال يا سيف. اتفضل. بكل امانه الهدف ده لو استوصل مصر كلها كانت هتتكلم عليه. حتى احمد الشناوي كان هيتكلم عليه.
وكان هيقول الحقيقه ان الهدف انا بس الحقيقة. انا بس عايزك تهدى، احنا بنناقش بعض، اهدى بس. ايوه انا مفيش ما يستدعي كابتن عصام، كابتن عصام احنا مفيش ما يستدعي، احنا ناس حضراتكم قامات كبيره، كل واحد ليه وجهه نظر، بنشرح يا كابتن، يا كابتن عصام انا عارف والله، بنشرح للناس عشان نوضح، عشان ما يكونش في حاله جدل، لان الحالات اللي جايه بعد كده كتير، فاهدى كده بس واحده واحده. اذا يا كابتن الكوره قرار الحكم، الكوره ما ترجع، ترجع بقى للنادي الاهلي يثبتها وتتعادل اللعبه بالظبط كده. اذا هنا الحكم اتصرف 100% صح، هو حكم الفار بالظبط يا سيدي بالظبط، وفقا لروح البروتوكول، وفقا لروح البروتوكول. وقفنا عند روح البروتوكول، تعالوا نسمع رئيس لجنه الحكام السابق جمال الغندور قال ايه، وهل هدف الاهلي صحيح ام لا. معايا التليفون برضه كابتن جمال الغندور، مساء الفل. تأثير محمد، تحياتي ليك، تحياتي لجمهورك، تحياتي لكل متابعينك. اهلا بيك كابتن جمال، خبرنا التحكيمي دلوقتي. انا مختلف مع الكابتن امين عمر في الجول بتاع الاهلي، انا شايف ان الكوره جول وانه الرجوع للفار والكلام ده مش صح. محمد شبانه الزملكاوي، خدوا بالكم، محمد شبانه الزملكاوي شايف قانون وبيقول عليه لا بيطبق ولا بيهيص للغلط. هل انا صح ولا انت هيبقى رايك هو القول الفصل؟ يعني انا خد بالك ما اتكلمتش في القصه دي في بدايه الحلقه عشان ما سيبش جمهور الاهلي. طب اشرح لي انت الاول، انت ليه بتقول انه هدف سليم؟ يا كابتن ده احنا شفناه 7000 مره يا كابتن، انت اللي بتلعب السريع، انت بتحط الكوره يعني متحركه سريع، يعني انت تقصد يعني الحركه دي مش مؤثره، يعني مش مؤثره، ده في نص الملعب يا كابتن. طيب لا، لو هو الحكم صفر قبل ما الكوره تتنقل وعاد هنتفق معاك، انا هتفق معاك بس هكمل لك بقى. طيب هكمل لك لا انا مش قصه منطق، انا عايز الكلام الفصل، انت في الاخر لما انت تتكلم انت هتتكلم كلامك هيبقى الفصل. انا بحب دايما ايه يعني احب اشرح، ما اقولش رايي وخلاص. تمام، عشان الناس عشان. تمام عشان الناس تفهم. اولا التنفيذ ده خطا، التنفيذ ده خطا، الكره بتتنطط كده، ده تنفيذ خطا طبقا للقانون. تمام، ولكن دي اسمها اجراءات، اسمها اجراءات، وبالتالي بنشوفها كتير اللي بيسمح فيها. تمام، وفي كل ملاعب الدنيا على فكره، مش بس سواء ما انا هكمل لك بس، سواء الكوره بتتنط او بتتحرك او بتتلعب من غير مكان. مظبوط، تمام، فده بيسمح فيه طبقا لمفهوم كره القدم. ولكن لو الحكم وقتها اوقف اللعب ورجع التنفيذ تاني، ده اول ما اتلعبت يعني، اول ما اتلعبت. تمام، مش هقدر اتكلم معاك. تمام، طيب اتلعبت والحكم وهي الكوره بتتنفذ دي ركله حره، الكرة واقفة، ايه اللي هيشغل الحكم عن الكرة؟ مفروض ولا حاجة. مظبوط، يبقى المفروض على الحكم انه شايف في الحالة بتاعتنا النهاردة انه الحركة بتاعتها دي مش يعني ما حطهاش في الاعتبار، بدليل انه ما صفرش، بدليل ان هو مع ايه ما قعدش الايه التنفيذ. مظبوط، تمام. طيب وبعد كده جه جول. طيب هنا احنا الحالة اللي عندنا ايه؟ هنعتبرها خطأ في الإجراءات، في إجراءات التنفيذ. تمام، خطأ إجراءات التنفيذ ده لا تدخل لحكم الفار. ما يا كابتن ما ده حاجة تجنن بقى. ما أنا أنا بسألك سؤال. طب أنا والنبي معلش اسمح لي بس أعمل وقت مستقطع زي الباسكت. اتفضل. آخد فيه سؤال. واللي حضرتك بتقوله لي ده، دي مش من أساسيات أو البدائيات اللي مفترض عارفها حكم الفار؟ أه طبعا. طب بيستدعي ليه؟ بروتوكول الفار، بروتوكول الفار واضح. طب بيستدعي ليه؟ يعني الحكم اللي موجود بيستدعي، خلينا برضو ايه فرصه، امتى في, 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 في تنفيذ الركلات امتى حكم الفار يستدعي الحكم؟ اذا تنفذت ركله بشكل غير قانوني، يعني ايه غير قانوني؟ هدي لك امثله. المثال الاول انه اللاعب لمس الكره مرتين. تمام، يعني هو بينفذ الفاول ولمسها تاني. تمام، وبعدين مشي وجه منها جول، الحكم الفار يتدخل لان ده تمام لانه لازم تروح لحد تاني غيره. طيب الحاجه الثانيه انه في ركله حره غير مباشره اتشاطت في الجول مباشره ودخل الجول والحكم ابتدى الحكم. تمام، والحكم ما خدش باله. تمام، تمام. الحاجه الثالثه في اسقاط، اسقاط الكوره، اسقاط الكوره ده في القانون عندنا لا يصح ان يحرز منه هدف مباشره. فعملنا اسقاط ولقيت مشي بالكره وجابها جول، ما لمستش حد تاني، يستدعيه ويلغي ويرجع. كل ده مش متمثل في الحاله بتاعتنا.
طيب الحاله بتاعتنا دي بقى تيجي تحت بند ايه؟ خطا في الاجراءات بقى لا تدخل لحكم الفار. حلو، والحكم تجاوز عنه وساب اللعبه تكمل. بالظبط كده. والقانون بيقول لا تدخل لحكم الفار. انا بس لا ملوش تدخل، بردد اللي حضرتك بتقوله عشان الناس تبقى عارفه. والقانون بيقول لا تدخل لحكم الفار. الحاله دي لا تدخل. طب ايه اللي يخلي امين عمر وهو حكم دولي وحكم كبير هو يلزم؟ حصل انا هو حصل نوع من انواع اللبس. طبعا هم ما يقصدوش طبعا ان هم هو في حاجه اسمها كده يا كابتن يعني. انا 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 لازم اقول اللي ولا عليا اللبس اللي حصل عندهم في الشرح اللي شرح لهم ويمكن ما وضحش الحته دي. كابتن حاتم، كابتن امين عمر ده حكم دولي. حصل لبس. لبس، انا بقول لك حصل لبس. انا ما بدورش على مبرر. طب يعني اصل المعنى الثاني ان احنا متعمدين نغلط وده مش موجود. بس انا معاك، لكن انا انت بتقول مش موجود قطعا، انا بقول مش موجود احتمالا، لان انا في الاخر ما اعرفش. انا 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 بقول لك، انا بقول لك احيانا يحصل لبس انه ده خطا في التنفيذ. بس يا كابتن اللي قالها بدل ما يقول خطا في تطبيق القانون ممكن تكون قال الحاله دي من ضمنهم، ودي مش صحيحه، مش موجود يا كابتن. يبقى لجنه بتهزر. لو هي لو احنا بنشرح الكلام غلط. لا لا، وجايز الكلام ده، جايز الكلام ده اتردد من حد تاني. لا، ما هو انا لا صح الا الصحيح. بس انت ما عندكش السبب ان هم عملوا ده ايه؟ يعني خلينا طول عمري ما اعرفش، انا طول عمري بتعامل بالورق. تمام. طول عمري لما يجي حد يقول لي فلان قال وفلان عاد فلان ده ايه، ما بيتكلمش عن حد هنا، لا بيتكلم عن مثلا ايه مدير اداره التحكيم في الفيفا مثلا. يقول لك هو من رايه انه كذا، اقول له لا، انا هو رايه نشكر عليه وكثر خيره تعليماته اوكي لما يكون هو موجود في البطوله، لكن انا السند بتاعي هو القانون والتعليمات المكتوبه. طب اللي حضرتك بتقوله ده يعني ان الكوره جول في الاخر؟ يعني انه الهدف يجب ان يحتسب بانه لا تدخل للفار في هذه. طيب تمام. يبقى ونتج عن ذلك، خد بالك عن هذا القرار، ان الاهلي فقد نقطتين. يقول لك انا النهارده ما تشيل لي جول والماتش طلع 0-0، يبقى الجول ده لو اتحسب كنت هاخد 3 نقط. دي نمره 1. وهرجع برضه للنقطه الثانيه. قبل ما هدف برضه الثالث. هل ده خطا في تطبيق القانون؟ لا. خطا ايه؟ ده مش خطا في تطبيق القانون. تمام. الغاء الهدف مش خطا في تطبيق القانون. بمعنى انه خلاص انتهى الامر على كده، خطا. يعني مش من حق الاهلي ان هو يطلب مثلا اعاده المباراه، يطلب كذا. انا 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 دايما بحب اتكلم فيما يخصني. انا ما اقدرش ايه ادخل نفسي طرف في موضوع تاني. من حق الاهلي يعمل اللي هو عايزه، يقدم ويعمل اللي هو عايزه، لكن انا وانا مش بتاع مسابقات. انت قصدك دي لوائح اخرى؟ يعني مالناش دعوه. انا ماليش علاقه بيها. بس الكوره قطعا جول. يعني يمكن تكون لوائح فيها حاجات انا ما اعرفهاش. تمام. لكن الكوره لكن انا بقول انا بقول انا بقول تحديدا القرار بتاعي تدخل الفار بهذه الحاله غير صحيح. يعني الكوره قطعا جول، لكن يجب ان هو لا يتدخل، وبالتالي كان هيحتسب الهدف. انا بشكرك كابتن جمال على صراحتك، لانه في الاخر احنا قلنا نستعين بيك، لان قولك هيبقى قول الفصل في اللغه اللي موجوده. بص هقول لك حاجه. استاذ محمد، ودي بتزعل ناس كتير. لو انت عرفت عن جمال الغضبور وهو حكم ان هو ممكن يتعمد يغلط او يخاف او ينتقد الحكم من وقت ما يلبس لبس التحكيم لغايه لما يتوفاه الله، لو بقى رئيس لجنه، لو بقى محاضر، لو بقى محلل، حتى لو بقول رايه في التليفون، يعني شخصيته ما بتتغيرش. تمام. تمام. انا معاك يا كابتن في ده 100%، بس ده مضايق منك شويه ناس يعني. لكن انا هسالك سؤال برضو تاني، عشان خد راحتك انا ما عنديش. لا ده انا بس قبل ما اقفل، امبارح انت اتفرجت على ماتش الزمالك؟ والله العظيم يا محمد انا ما بتفرجش. طب شفت اللعبه بتاعه طلائع الجيش اللي طلبوا فيها بالبنالتي بتاعه الونش؟ لا شفتها اتبعتتي. هل دي بنالتي ولا لا؟ كلمه ضربه جزاء، ضربه جزاء واضحه جدا كابتن. يعني النادي الزمالك يجامل تحكيميا بعدم احتساب ضربه جزاء وكان في احتواء، وعلى الجانب الاخر النادي الاهلي يتظلم بالغاء هدف صحيح. احنا ما بنتكلمش في ركله جزاء ما اتحسبتش للنادي الاهلي، او ركله جزاء المفروض كانت اتحسبت للنادي الاهلي، لا ده انت بتلغي هدف صحيح 100% لعشان تطبيق الاجراء بشكل خاطئ. الكره متحركه من نص ملعب النادي الاهلي،
حتى لو مفيش ثبات الكرة بتتنطط الفار بيقول لك متى يتدخل الفار، هو قال لك. لكن في النقطة دي بالذات قال لك الفار مش من حقه انه يتدخل. ليه بقى؟ جاب اصل اللعبة. عارفين يا جماعة هو قال كلمة كويسة والشناوي قال حاجة كويسة، قال لك لو الكرة بتتنطط وتشتت مباشر على المرمى الفار من حقه يرجعها لانها احرز منها هدف، لكن الكرة بتتنطط في نص ملعب النادي الاهلي وما تثبتتش بشكل صحيح واتلعبت للاعب ومن لاعب للاعب ومن اللاعب للمرمى ما تبقاش فيها اعادة للكرة من اساسها، لان امين عمر شايف الكرة، شايف الكرة عاملة ازاي، بس هو لازم يجيب لك اي حاجة علشان يقول لك لا ده هدف ملغي ويعطله النادي الاهلي. ده شيء اساسي. 99% من حكام اللي بيحكموا في الدوري المصري زملكاوية، والدليل على كلامي قبل كده رضا عبد العالي اتكلم وقال كان في حكم لا داعي من ذكر اسمه كان يجي يقول لي لو عملت مش عارف ايه بتاع انا هديك انذار، ويوطي صوته ويقول لي اقع في 18 اقع في 18 عشان يديله ضربه جزاء. هو اللي اعترف وقال الكلام ده بنفسه. فبنحكي في ايه؟ عايزين ايه مننا الحكام؟ مش النادي الاهلي كان متمسك بحكام اجانب؟ ايه اللي خلاه ما يجيبش حكام اجانب؟ انا نفسي افهم. ما تجيبوا يا عم، هات حكام من السعوديه يا سيدي، هات حكام من الامارات، مش لازم هيبقوا احسن من الحكام المصريين، الحكام اللي بره هيبقوا احسن من المصريين. خليكم في اي مكان، ما تروحوش في اي مكان، خلاص الواحد فقط اعصاب، ما تروحوش في اي مكان عشان نكمل اللايف بتاعنا. زي ما حضراتكم سمعتوا وشفتوا عصام عبد الفتاح عمره ما يطلع يقول لك الحكم اخطا. فاكرين لعبه معلول والكورة بتاع ضربة جزاء الاحتواء بتاعت محمد عادل لما قالك ده ضربة جزاء على معلول؟ لا ده مش على معلول، ده على اللاعب اللي جنبه. لا ده مش عارف ايه، لا اللاعب وقع وطلعت مش على معلول ولا اللاعب جنبه، ولا اصلا فيها اي حاجة واخطأ في تشخيص اللعبة. القانون او الفار مديله صلاحيات، هو اخترق الصلاحيات دي. عارفين زي ايه بالظبط؟ زي مثلا ضابط رايح يفتش على طفل مفقود او عيل تايه داخل شقة وبيفتح درج من الدراج ليه مبلغ مالي كبير او مواد مخدره او الى اخره، فاضطر ان هو يقبض على صاحب البيت او صاحب العقار علشان لقي عنده حاجه ممنوعه، على العلم ان هو واخد اذن النيابه ان هو يدور على عيل تايه مش على حاجه مفقوده في درج. اصل العيل مش هتلاقيه جوه الدرج، انت مش بتدور على العيل جوه الدرج، بتفتح الدرج ليه؟ انت بتدور على طفل تايه. بالظبط نفس الحاله ونفس التوصيف على الفار اللي اتدخل في حاله مش من حقه. وانا جبت لكم في البدايه نص قانون بيقول ايه، واللي اكد كلامي احمد الشناوي وجمال الغندور. عصام عبد الفتاح طالع بيهري وبيهبط في ايه؟ في حاجه اسمها روح البروتوكول. يا عم انت بتفتي يا عم، ما تقول لنا حاجه نفهمها يا عم. روح القانون ماشي، ايه روح البروتوكول؟ كلمه مطاطه ملهاش اي معنى. انت مكسوف تقول ان تم احتواء الافندي بتاع البنك الاهلي، قول كده، قول ان انت احتويت بتوع البنك الاهلي، ولكن ان انت تطلع وتدافع عن حكم اخطا. طيب هنشوف امين عمر هل هيتجازى وهيلعب مباريات تانية هو والاستاذ اللي كان قاعد على الفار ولا لا. في بيبقى حاجات كده من تحت لتحت، في حاجات كده ايه مداريه، انا عمري ما شفت كده بصراحه. احنا مش بنتكلم في ضربه جزاء ما اتحسبتش للنادي الاهلي، ده هدف تم الغاء وهدف صحيح. رامي ربيعه اخطا ان هو ما وقفش كره، المفروض كان وقف الكره برجله ولطشها ولعبها، ولكن الفار تخيل الكره دي لو البنك الاهلي كنا لقينا حد يطلع كان حد قال او كان رجع للفار وقال ان الكره دي مش صحيحه وبتاع، ما كل الناس بترمي الكره وبتلعبها. ضربه المرمى استشهد بيها احمد الشناوي، قال لك الحارس بيرميها كده ويروح لطشها ولعبها، لو راحت للاعب المنافس واحرز منها هدف ولا كتير لا ارجع الكره ما اتلعبتش وهي ثابته. عمرها ما تحصل كده، ما دام الكره ما اتلعبتش بشكل مباشر على المرمى وجي منها هدف مش من حق الفار ان هو يرجع الكوره. وانا جبت لكم البروتوكول الفار بيقول ايه، ولكن احنا بنتظلم تحكيميا وعلى الجانب الاخر بيتم احتواء الزمالك تحكيميا. وانا نفسي افهم هو مش النادي الاهلي طلع بيان طويل عريض قد الحيطه وقد قد الحيطه اللي ورايا دي وقال ان احنا عايزين حكام اجانب مش عارف ايه من ساعه لما اتلطينا في ماتش المصري؟ في ايه؟ بترجعوا في كلامكم ليه؟ هات لي يا عم حكام من الامارات، هات لي حكام من دبي، هات لي حكام من الجن الازرق، مش لازم صفوة، مش لازم. عارفه لو جبت اسوأ حكم في العالم، عارف لو جبت بكاري الجسامه انضف من اللي عندنا في الدوري المصري، انضف مليون مره. هقول ايه تاني؟ انا زهقت خلاص، زهقت
زهقت كل يوم بنحكي في نفس المواد. النادي الاهلي اتظلم تحكيميا ولا طبعا ده مش مبرر ان انا اتكلم ان النادي الاهلي عنده اربع مباريات يتعادل في ثلاثة ويتهزم في واحدة ما ياخدش غير ثلاث نقط، دي كارثة، دي كارثة في حد ذاتها. بس النادي الاهلي لا طلع اتكلم في ساحة ولا في شعوذة ولا في ملعب ولا في اي حاجة. جماهير النادي الاهلي واعية وبتلقي اللوم على المدرب وعلى اللعيبة، في لعيبة لا تصلح للنادي الاهلي والمدرب لا مش مركز في الدوري، تركيزه في حته تانية. حد يقول له الدوري مهم زي افريقيا، يا ريت يعني. انتهى الفيديو بتاعنا. والله انا دمي فاير وضغطي وصل لاعلى مستوى، لان اللي بيحصل ده اسمه يعني هراء وقله ادب. فعلا دي قله ادب اللي بتحصل في الدوري المصري والتحكيم في الدوري المصري. انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك. اللايك والله بتاعك مهم، وحياه امي لو ما تعمل لايك مش هتتأذى ولا تتضرر ولا يحصل لك اي حاجة. والله اللايك سهل وبسيط ومش بيطلب لك تسجيل دخول. يعني الناس اللي داخلة من الفيسبوك انا بحط اللينك بحيث انه يدخلك على منصة اليوتيوب على طول، مش مطالب ان انت تعمل تسجيل دخول. دوس على اللايك بسرعة عشان خاطري، دوس على اللايك. واخويا الاهلاوي اللي بيشوفني وبيشجعني وبعد عني دوس على اللايك، واعمل لنا شير لو هتقدر تعمل لنا شير على الفيسبوك يبقى كتر خيرك، تعمل لنا شير على جروب في البيس فيسبوك برضو يبقى كتر خيرك. بس ساعدونا يا جماعه ان صوتنا يعلى. انا ليا سنتين عامل القناه و15 الف بس، ومنهم 30 40 نفر اللي بيدخلوا على الفيديوهات، وده ما ينفعش. انا مش هكلم نفسي، انا عايزكم تساعدوني. ما انا من غيركم ولا حاجه، لو اي حد في الدنيا من غير جمهور ولا حاجة. انا محتاج دعمكم، ادعمونا علشان نستمر، لان انا بلاقي نسب مشاهدة الفيديوهات ضعيفة جدا، وده لا يتناسب مع حجم جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي في السوشيال ميديا بالملايين، حرام يعني ان انتوا تشوفوا الواحد بيتقطع من جوه وبتستخسر فينا اللايك. اللايك هي كلمة الشكر بتاعتك، فاتمنى ان انتوا تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش في القناة، وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشارات عشان يوصل لكم كل جديد بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.